احنا هني مركز فيزيوكير للعلاج الطبيعي، جايين نقدم خدماتنا الى حسينيات نويدرات. طبعا فحوصات، نسوي لكم فحوصات، اي احد مثلا عنده استشاره معينه او اي حاجه الى العلاج الطبيعي. الحالات اللي ممكن نفحصها حالات مثلا العظام، حالات المخ بالاعصاب، اذا مثلا كان بعيد عنكم الشر اللي هو الجلطات الدماغيه او العضلات بالعظام، الرقبه، الام الظهر، الام الركبه، الديسك، الام القدم، كل هذه الامور احنا بالامكان ان نفحصها هني، ونقدم بعض الاستشارات او النصائح اللي ممكن ان نقدمها. عندي آلام كانت موجودة في الظهر وفي الذراعين، اضطريت إني أجي عشان أتأكد من هاي العلاج الموجود، هل أنا عندي كسور أو رضوض أو أشياء بسيطة. استفدت من جيت الحين هني، سلمك الله، إن خليت العلاج من عنده مباشرة، اتأكدت إن من عندي مو كسور رضوض، وهل هي تشنجات أو رضوض بس بسيطة. نصحني الدكتور حق العلاج الطبيعي اني اروح المركز الطبي حق العلاج الطبيعي في نويدرات، وعطاني بعض الدروس الحركات حق العلاج الطبيعي. الحمد لله على النعمه هذه. انصح بقايا ابناء الديره ان لا يضيعون هالفرصه هاي. هي فعاليه لاجل علاج المرضى ولاجل تشخيص، هي عاده تكون للمرضى اكثر شيء مصابين بالعمود الفقري والامراض العظام. بعض المرضى ما يعرفون ان هذه الامراض اللي عندهم ان هي لعظام والله الى امراض ثانيه. واكثر الحالات اللي مرت علينا هي حالات الالام الرقبه والكتف والعمود الفقري. قام الدكتور بعمل فحص الفقرات والمفصل، ويوجد بيدي الم، قال الدكتور انه عضل ولا يعالج في المستشفى، وإنما يعالج من خلال الإبرة، يعني من خلال مراجعتك للمستشفى لا يعالج. قال لابد أن تحتاج إلى إبرة، وطبعا قام بعمل فحص للفقرات، قال تحتاج إلى فحص، ونشكرهم على جهودهم، ويعني صراحة جهود جبارة عظيمة تستحق الشكر على العمل هذا. هذه الفعاليات باعتقادي مهمة جدا في كل المجالات، توعوية تثقيفية حقيقة بادرة ممتازة جدا، وبالأخص في أوقات الذروة مثل الأنشطة في رمضان أو في التحارين، لرفع المستوى الثقافي الصحي عموم الناس، و يعني وضعهم على التعليمات الصحيحة في الممارسات، إن كانت غذائية، إن كانت رياضية، إن كانت يعني مهنية، في كل الأمور. باعتقادي هذه فعالية ممتازة جدا، ونشد على أيدي العاملين والمنظمين أن يكثرون من هذه الفعاليات، وإن شاء الله نكون دائما متواجدين، وهذا أقل ما ممكن أن نقدمه إن شاء الله مع زملائنا وأخواننا وأهل ديارنا.